الرئيس السيسي يواصل زيارته الرسمية إلى العاصمة اليونانية أثينا. دمشق تستضيف اليوم مؤتمرا دوليا حول عودة اللاجئين السوريين. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بكورونا في حصيلة يومية قياسية. العاشرة صباحا الثامنة في جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. والبداية من زيارة الرئيس السيسي إلى اليونان. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة اليونانية أثينا في مستهل زيارة رسمية، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي بأن الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي بالإضافة إلى المستوى الثلاثي مع قبرص. ومن المنتظر أن يعقد السيسي مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني ورئيسة الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير الطاقة والبيئة. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى دولة اليونان، وذلك في بداية زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. ولدى وصول سيادته كان في استقباله كبار رجال الدولة اليونانيين وأعضاء السفارة المصرية في أثينا. وتأتي تلك الزيارة لتعكس عمق العلاقات المصرية اليونانية والتي تمتد على مدار التاريخ. وتحرص القيادة المصرية على دفع أطر التعاون بين مصر واليونان في العديد من المجالات، لما تشكله اليونان من شريك استراتيجي تاريخي لمصر في حوض البحر المتوسط. علاقات قوية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، تلك التي تجمع مصر واليونان، عمل على تعزيزها والارتقاء بمستواها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية. Thank you.
حذر مرصد الأزهر من تنامي خطر الجماعات الإرهابية في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أنه بالرغم من التراجع النسبي في عدد العمليات فإن الجماعات الإرهابية قد وسعت من عملياتها لتصل إلى دول كانت بمنأى عن التهديدات الإرهابية. وقال المرصد إن شهر أكتوبر شهد تراجعا نسبيا في العمليات الإرهابية بأفريقيا مقارنة بالشهر الماضي، حيث سجل هذا الشهر 71 عملية إرهابية أسفرت عن سقوط 326 شخصا وإصابة أكثر من 193 آخرين. أكدت هيئة كبار العلماء في السعودية أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي الدين الحنيف. هذا وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن الجماعة تتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب، محذرة الجميع من هذه الجماعة والانتماء إليها أو التعاطف معها. ينطلق بعد قليل في دمشق المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، وذلك بحضور ممثلين عن عدة دول من بينها روسيا كرئيس مشارك للمنتدى. وتتضمن أجندة المؤتمر والذي يستمر يومين مجموعة واسعة من القضايا والمتعلقة بتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى الوطن في ظل وباء فيروس كورونا، بما في ذلك التركيز على العوائق التي يفرضها الحصار الاقتصادي الغربي المفروض على سوريا. كما يناقش المؤتمر أيضا المساعدات الإنسانية واستعادة البنى التحتية والتعاون بين المنظمات العلمية والتعليمية وإعادة إعمار البنية التحتية للطاقة في سوريا في مرحلة ما بعد الحرب. ما زالت جهود تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لا تحقق تقدما نوعيا، حيث يحتاج التأليف إلى جهد كبير لتوزيع الحقائب الوزارية وفق معايير المحاصصة السياسية على نحو يثير المخاوف من العودة إلى المربع الأول. المزيد في سياق هذا التقرير. حالة من الغموض تكتنف جهود رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. الأجواء المحيطة بالمشاورات تفيد بعدم وجود تقدم نوعي، وأن التأليف يحتاج إلى جهد في سبيل الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية الخدمية على الطوائف على نحو يثير المخاوف من العودة إلى المربع الأول. مراقبون من المشاورات أوضحوا أن الخلاف قد انتهى في توزيع الحقائب السيادية الخارجية والمالية والداخلية والدفاع، وأن التباين قد انتقل إلى حقائب الخدمات، مشيرين إلى أن أي تقدم وشيك في عملية التأليف الحكومي قد يصطدم بتعقيدات مع تصاعد تداعيات العقوبات الأمريكية الصادرة مؤخراً بحق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. فالعقوبات على باسيل قد تنعكس تصلباً في مواقف رئيس الجمهورية إزاء مسار تشكيل الحكومة، كما أن رئيس التيار الوطني الحر سيحاول أن يتحصن أمام هذه العقوبات عبر العمل على تحقيق مكاسب إضافية له في الحكومة، مستنداً إلى دعم مباشر له من قبل حزب الله والرئيس عون. إذن بات ملف تشكيل الحكومة أمام مرحلة جديدة من المماطلة السياسية قد تعطل تأليفها بشروط تعجيزية تفرغها من الأسس التي يريدها الحريري، مثل الإصرار على حكومة موسعة تصل إلى 24 وزيراً وربما أكثر بدلاً من صيغة 18 وزيراً التي يتمسك بها، وكذلك الإصرار على الوزارات التي يعتبرها عدد من القوى السياسية ملكاً حصرياً له.
قالت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها سترفع دعوى قضائية في ولاية ميشيغان تطالب بعدم التصديق على نتائج الانتخابات في الولاية إلى حين تحقق من أن الأصوات تم الإدلاء بها بشكل قانوني. في غضون ذلك، نقلت شبكة CNN عن مصادر بالإدارة الأمريكية قولها إن مسؤولي مجلس الأمن القومي لم يتلقوا أي توجيهات بعد بشأن انتقال السلطة من ترامب إلى الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن. أظهر استطلاع للرأي أن قرابة 80% من الأمريكيين بمن فيهم أكثر من نصف الجمهوريين يرون أن الرئيس المنتخب جو بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية والتي أجريت مطلع الشهر الجاري. وبحسب الاستطلاع والذي أجرته وكالة رويترز ومركز إيسوس، فإن 13% من الأمريكيين يؤكدون أن نتيجة الانتخابات لم تحسم بعد، بينما قال 3% أن ترامب هو الفائز، في حين أشار 5% إلى أنهم لا يعرفون. وأوضح الاستطلاع أن 6 من كل 10 جمهوريين قالوا أن بايدن هو الفائز، بينما أجمع الديمقراطيون تقريبا على فوزه. قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في مؤتمر صحفي إنه لا شيء سيوقف انتقال السلطة في الولايات المتحدة بعد فوزه في الانتخابات، مضيفا خلال مؤتمر صحفي أن الانتقال يسير على قدم وساق على الرغم من رفض الرئيس دونالد ترامب قبول نتائج الانتخابات. أعتقد أنا أعرف من مناقشاتي مع القادة الأجانب حتى الآن، أعرف أنهم يأملون في أن المؤسسات الديمقراطية الأمريكية التي ينظر إليها على أنها قوية، أعتقد أنه في نهاية المطاف كل هذا سيثمر في 20 من يناير، وما بين الآن وحتى ذلك الوقت التوقعات أن الشعب الأمريكي يفهم أن هناك انتقال. حتى لدى أولئك الجمهوريين والناس الذين صوتوا للرئيس، أنا أتفهم إحساس الخسارة لديهم، ولكن أعتقد أن أغلبية الناس الذين صوتوا للرئيس صوتوا لهم، الكثيرون صوتوا له، ويفهمون أن علينا أن نلتئم سويا، نحن جاهزون للاتحاد. هذا كما أشاد بايدن بالنظام الصحي والذي وضعه الرئيس السابق باراك أوباما والذي يعرف باسم قانون أوباما كير، مؤكدا أنه يجب على كل الأمريكيين أن يفخروا بهذا القانون. الكونغرس عبر عن الإرادة الشعبية لا حزبية، ورفض محاولات عديدة وجهود عديدة من جانب الرئيس ترامب لإلغاء القانون. الآن وفي منتصف جائحة فتاكة أثرت على أكثر من 10 ملايين أمريكي، تقريبا 1 من كل 32 أمريكي، وبتداعيات مدمرة على صحتهم. هؤلاء الأيديولوجيين يحاولون مرة أخرى انتزاع الرعاية الصحية من الشعب الأمريكي. هدف الإدارة، إدارة ترامب، واضح في الإيجاز الذي قدموه للمحكمة العليا، بمعنى أن هذا القانون يجب أن يسقط كلية. الآن لست ساذجا بشأن حقيقة أن الرعاية الصحية موضوع قسم أمريكا في الماضي. حقيقة الأمر، الشعب الأمريكي موحد حول هذا الموضوع أكثر مما هو منقسم. في الشهر الماضي استطلاع رأي وجد أن أغلبية الأمريكيين يريدون الحفاظ على هذا القانون، 58% مع، 36% ضد. نعى الديوان الملكي البحريني رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان الخليفة، والذي وافته المانية، في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية. وأمر الملك حمد بن عيسى الخليفة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام ابتداء من يوم غد الخميس.
وننتقل الآن مشاهدينا للعاصمة السورية دمشق لمتابعة فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين. اللجوء صفحة سوداء وقصص من الآلام وآمال تلد من رحم المعاناة. السادة الحضور، أدعوكم لمشاهدة فيلم وثائقي عن معاناة أهلنا الذين هجروا بفعل الإرهاب. صرخة تختصر الحكاية. اعتقلت السلطات الإثيوبية 17 ضابطا لتعطيلهم أنظمة الاتصالات، وكشف القوات الفيدرالية في إقليم تيغراي حيث يدور القتال. في غضون ذلك ذكرت إذاعة فانا أن العملية العسكرية بالإقليم أسفرت عن مقتل 550 مسلحا، مشيرة إلى أن 29 شخصا من القوات الخاصة والميليشيات التابعة لتيغراي سلموا أنفسهم لقوات الجيش. كانت إذاعة فانا قد ذكرت في وقت سابق أن قوات الجيش استعادت السيطرة على مطار مدينة حميرة بالقرب من الحدود مع السودان وإثيوبيا. قال مسؤول في ولاية كسلا بشرق السودان أن نحو 2500 إثيوبي عبروا الحدود إلى السودان خلال اليومين الماضيين فرارا من القتال في بلادهم. وأضاف السر خالد مدير مكتب معتمدية اللاجئين السودانية بالولاية أن العدد يتزايد على مدار الساعة، وأن هؤلاء بحاجة إلى مأوى وعلاج طبي وطعام، وهناك نقص كبير في ذلك، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة تدفق اللاجئين إذا استمر الصراع. دخل الأردن حظرا شاملا لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد انتهاء الاقتراع في الانتخابات البرلمانية. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الحظر الشامل سيستمر لمدة 4 أيام متواصلة على أن ينتهي صباح الأحد المقبل، حيث تستثنى كافة الكوادر الطبية العاملة في القطاعين العام والخاص من قرار الحظر، وبالحد الأدنى لإدامة العمل. قالت جامعة جونز هوبكنز أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكثر من 200,000 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية في حصيلة يومية قياسية جديدة. هذا وأشارت الجامعة إلى أن تسجيل الولايات المتحدة كذلك جاء بأكثر من 1500 حالة وفاة جديدة، وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى أكثر من 10,238,000 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات لأكثر من 239,000 حالة. أكد وزير البترول طارق الملا أن تداعيات جائحة كورونا وتحولات ما بعدها تحتاج إلى تكاتف الجميع. وخلال كلمته أمام مؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أديبك عبر فيديو كونفرنس، أكد الملا أن تجربة مصر في إنشاء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط ملهمة، مضيفا أن النمو الاقتصادي في مصر وزيادة الاتفاقيات البترولية شهادة نجاحا للإصلاحات الاقتصادية. قال محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بمحافظات الصعيد خاصة سوهاج، مشيرا إلى أن المحافظة سوف تشهد طفرة تنموية خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك
على هامش افتتاح وتفقد المحافظ لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية المتوقفة منذ 10 سنوات بمركز ومدينة دار السلام بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 115 مليون جنيه. احنا هنقول على مشروعات محافظة السوهاج، هي خلاص الناس شايفاها كويس، يعني بقت واضحة وظاهرة للعيان بشكل غير عادي. اهتمام القيادة السياسية بالصعيد ككل ومحافظة السوهاج تحديدا، الأمور واضحة جدا، كم المشروعات اللي بتفتح في كل المجالات سواء بنية أساسية، بقى احنا بنتكلم في مية، بنتكلم في كهرباء، بنتكلم في صرف، بنتكلم في كباري، بنتكلم في طرق، أو المشروعات اللي بتخص التنمية البشرية، يعني مراكز شباب، مدارس، وحدات صحية، مستشفيات، مكتبات. الحقيقة التنمية في سوهاج شغالة على كل المجالات دلوقتي، فما تقدرش تقول شغالين في مجال أو سابين مجال. يمكن احنا مدين أولوية دلوقتي كل المشروعات الجديدة اللي بتتعمل، الدولة حاطة نظام صارم دلوقتي ونظام رقابة صارم، المشروع بيبدأ عارفين بدايته وعارفين نهايته وعارفين انه هيبدأ لما بياخدوا مقاول بيبقى محطوط في السيستم او نظام للمتابعة والرقابة ان هو بيلتزم بجد بكل البنود المحطوطة، بيلتزم بالتوقيتات المحطوطة، الميعاد بيتسلم، المشروع بيتسلم في ميعاده، ده ما عادش في مشاكل. أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن كافة أجهزة المحافظة استعدت بشكل متميز لمواجهة أي احتمالات لحدوث الأمطار الرعدية أو السيول. محافظة أسوان مثل باقي المحافظات استعدت بشكل متميز جدا لاستقبال أي موقف طارئ، خصوصا مع التغيرات المناخية واحتمال سقوط أمطار وسيول. يمكن احنا كمان هذا الموضوع بيتزامن مع تدريب مشترك بنعمله حاليا دلوقتي، مشروع بيتم مع الدفاع الشعبي، وده بيتم من 15 ل 17 نوفمبر. فبالتالي احنا اصلا مجهزين جميع المعدات بشكل متميز، رجعنا عليها بالكامل، شفنا كل الامكانيات المتاحة لكل الجهات المعنية بهذا الموضوع. طبعا عايز اقول ان في دور كبير جدا لوزارة الري، اهتمت اهتمام كبير من فترة، يمكن اكتر من سنتين، وهم مهتمين بمخارات السيول، ويمكن عملوا 36 سد بالاضافة لسدود اخرى صناعية وبحيرات صناعية لتغطية اي موقف ممكن طارئ يعني يحصل في هذا الموضوع. تواصلت فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، وتم تكريم الفنان عزة العليلي على مجمل أعماله في الفترة السابقة، وتم حضور عدد من الفنانين والنجوم. نتابع الآن مشاهدينا وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة اليونانية أثينا.
κόσμος της Ελλάδας από το λόγο. إذن مشاهدينا تابعنا وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة اليونانية أثينا، والذي قام في مستهل زيارته بزيارة النصب التذكاري للجندي المجهول في العاصمة اليونانية ووضع إكليلا من الزهور. Thank you.
Φρουρίας. Σας αναφέρω κύριε Πρόεδρε ότι η Φρουρά είναι έτοιμη για επιθεώρηση. Thank you.
جداً لأنه بسبب الكوفيد هذا وبسبب هذا المرض لم تسنح لنا الفرصة حتى نقدم لكم ما يليق بكم من 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 استقبال حافل. Έχει μεγάλη σημασία για την Ελλάδα και εμένα προσωπικά να υποδεχόμαστε σήμερα τον ηγέτη μιας μεγάλης φίλης χώρας, πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή μας και πραγματική ηγέτιδας δύναμης του μουσουλμανικού και του αραβικού κόσμου. أنا جدا فخورة وهذا فخر كبير وشرف كبير لليونان ولي شخصيا أن أستقبل هنا في هذا المكان رئيس جمهورية مصر العربية هذه الدولة الصديقة والرائدة في العالم الإسلامي والعربي. Μιας χώρας που συνδέεται με την Ελλάδα με μακραίωνες σχέσεις φιλίας, σεβασμού και πολιτισμού. هذا البلد الذي يرتبط مع اليونان بأواصر صداقة عميقة على مر التاريخ. Ορόσημο αποτελεί για τις σχέσεις των χωρών μας, καθώς και για την ευρύτερη περιοχή, η υπογραφή την 6η Αυγούστου και η θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Μερικής Οριοθέτησης ΑΟΣ. وطبعا تم تتويج هذه العلاقة في السادس من أغسطس من هذا العام من خلال توقيع الاتفاقية تحديد الحدود البحرية وهو أمر هام ليس فقط لبلدينا ولكن للمنطقة بشكل عام. Στη συνάντησή μας θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε διεξοδικά στην παρούσα συγκυρία που χαρακτηρίζεται από την έξαρση της τουρκικής επιθετικότητας και παραβατικότητας. في اللقاء الموسع الذي سيجري بيننا سنتحدث بالتفصيل إلى أمور أخرى ومنها التصعيد الخطير من جانب تركيا والانتهاكات المستمرة التي تواصلها في المنطقة. Θα ήθελα επίσης να συζητήσουμε σχετικά με την πρόσφατη αναζωπήρωση φαινομένων τρομοκρατίας με θρησκευτική επίφαση, ενώ είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι θρησκευτικές αξίες δεν έχουν καμιά σχέση με πράξεις εξτρεμισμού. وسنتحدث أيضا عن العمليات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في البلدان الأخرى حيث سنؤكد ونركز على أن القيم الدينية ليس لها أي علاقة أو مكان فيما يتعلق بالتعصب أو العنف. وأرحب بكم فخامة الرئيس مرة ثانية. اسمحي لي أن أنا سيدي الرئيس أن أنا أشكرك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. أنا الحقيقة في زيارتي لليونان دي ثلاث زيارات خلال خمس سنوات ودي بتعكس العلاقات وقوتها ومش على في الفترة اللي احنا موجودين فيها أنا بتكلم عن نفسي ولكن ده على مرة سنين طويلة. بتربت سمو كيريا برويدري να σας ευχαριστήσω για την καλή και θερμή υποδοχή εδώ στην Ελλάδα από σας και μια σχέση που μας συνδέει εδώ και πολλά χρόνια. Έχω επισκεφτεί την Ελλάδα πολλές φορές, μιλάω για τον εαυτό μου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ πάλι και θα έχουμε επικοδομητικές συζητήσεις σίγουρα. Η αλλαγή με την Πελαδίν μεταφέρει σε έναν ρائع και عظيم και σε έναν κεφαλαίο. Ωσμαχ λέω ότι واتفق معك في ان توقيع اتفاقيه ترسيم الحدود البحريه كان امر بيعكس حجم التفاهم وقوه العلاقات. Θα ήθελα να συμφωνήσω μαζί σας ότι η υπογραφή της συμφωνίας που έγινε σε σφίγγει τις σχέσεις των δύο χωρών πιο πολύ και θα έχουμε και άλλες συμφωνίες σίγουρα. واسمحي لي اسجل هنا بكل تقدير ان مصر تقف الى جانب اليونان ضد اي تصعيد او عمليات استفزازيه في شرق المتوسط او مرتبطه بحدودها البحريه وفي اطار احترام قواعد القانون الدولي والعرف الدوليه بذات الشرق. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η Αίγυπτος θα σταθεί δίπλα στην Ελλάδα και υπέρ της Ελλάδας για τα δικαιώματά της, για οποιοδήποτε, για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την ασφάλεια της χώρας και, και τα σύνορα, τα θαλασσινά σύνορα. Εσμαχίλη, ασέγγελ πάρντου μάρα
يعني أتوافق معك في أمر في منتهى الأهمية، على أن مكافحة الإرهاب والتطرف ليست مرتبطة أبدا بدين واحد، ولكنها أو مش مرتبطة بالأديان بصفة عامة، ولكن هي شكل من أشكال الانحراف الفكري، واللي بيؤدي إلى شكل من أشكال التطرف والإرهاب اللي احنا بنعاني منه كلنا. مهم قوي ده، مهم قوي أن هذا الأمر يعني لا يتحول إلى إساءة إلى الأديان أو إلى مشاعر المؤمنين. Επιτρέψουμε να συμφωνήσουμε μαζί σας ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες που έγιναν δεν έχουν καμία σχέση με τη θρησκεία, δεν έχουν καμία σχέση με τι πιστεύει ο καθένας. Είναι κάποιες κινήσεις εξτρεμιστών που δεν πρέπει να οδηγήσουν στην αντίθεση των θρησκείων μεταξύ τους. Παρατάνει να προσκούρει καλά. حفاول استقبال وكرم وضيافة سيادة الرئيس. يا علم يا فراس أشكرستو يا تن كلية بدوخية كثيرة مية بدوخية بزاس. أشكرستو بولي. أشكرستو. إذن مشاهدينا كما تابعنا كان هذا جزء من جلسة مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيرته اليونانية كاترينا ساكيلا روبولو، حيث وصل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية، واستقبلت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلا روبولو الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي لدى وصوله القصر الرئاسي باليونان. هذا وكان الرئيس السيسي قد توجه إلى النصب التذكاري ووضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية، كما صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي بأن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة أيضا إلى المستوى الثلاثي مع قبرص، وحيث من المنتظر أن تشهد هذه الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس، ولقاء مع رئيسة الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير الطاقة والبيئة.